يقضون عقوبة في السجن تشبه العطل في أجمل الفنادق. ارسل دكاش والتفاصيل. في بلدان بتأمن أنه السجن هو للإصلاح ومش لإهانة الإنسان، وأنه السجن بحق لهم يعيشوا حياة كريمة ولو فقدوا حريتهم. المسؤولين عن سجن هالدن بالنروج بأمنوا كل الرفاهية يلي بيتخيلها الإنسان للسجناء. هالسجن يلي بيسع بس 252 سجين مميز جدا، موقعه رائع إذ بطل على البحر، وهندسته الداخلية شبيهة بهندسة أجمل الفنادق، بما أنه تم صرف حوالي $1,000,000 على رسومات الحائط والإضاءة والصور لخلق جو مريح للنزلاء إذا صح التعبير. غرف هالسجن يلي افتتح ب 8 نيسان عام 2010 شبابيكا ما فيها قطبين، وبتحتوي على حمام من بلاط السيراميك، ثلاجة، شاشة تلفزيون، ولكل 10 غرف في مطبخ وغرفة جلوس، ويسمح للنزلاء بطبخ طعام بنفسهم بوقت العشاء بعد يوم حافل بالنشاطات المفيدة يلي بنظم لهم إياها الحراس طيلة النهار، وهي معدة خصيصا لتنمية مواهبهم ومهاراتهم، إن كانت الطبخ أو لعب كرة السلة، الركض، تسلق الصخور وغيرهم. يمكن هالنشاطات تعتبر عادية ومتواجدة بعدد من السجون، لكن الأمر الغير عادي هو وجود استوديو تسجيل خاص بالسجن مع أساتذة موسيقى بيتعاملوا مع المساجين كتلاميذ وبيساعدون على تنمية موهبتهم. النزلاء عندهم كمان حديقة مزودة بممرات للركض ومقاعد للجلوس، الأمر يلي بيسمح لهم يعيشوا كل فصول السنة. والمفاجأة الكبرى هي وجود غرف نوم بالسجن مخصصة لأهالي النزلاء إذا كانت رحلتهم طويلة وجايين من مكان بعيد.